ضغطك لساته نازل. غريب، مع أني حاسة حالي صرت أحسن بكتير سيد برش. إذا بتحبي خلينا نروح على المشفى. لا، ما في داعي للمشفى، صرت منيحة. قبل ما إجي لهون شفت وحدة بعرفها. بتعرف بهي السنة كل شي تغير، وما بقى أعرف مين يلي بيحبني أو حتى مين بيكرهني. بصراحة حسيت الماضي عم يرجع يتكرر قدامي من جديد. هالشي خلاني أتلبك. بس لا تفهمني غلط، ما عم بقصدك أنت بنوم. بدك شوية وقت حتى ترتاحي. أكيد مع الوقت كل شي رح يتحسن ورح ترجع ذاكرتك من أول وجديد. معك حق، الوقت كفيل يصلح كل شي، بس في شي جواتي عم يخليني عطول خايفة. عم ضل متوترة طول الوقت، ما بعرف يمكن يكون هالشي أوهام وأكتر. وكل يلي عم أحكيه ما إله أي معنى بالنسبة لإلك، ما هيك؟ لا لا بالعكس، بفهمك، بس صدقيني مع الوقت رح تتذكري كل شي. الحمد لله صار معي هيك حتى أتعرف على حضرتك مرة تانية. إيه والله، عم أقول هالحكي من قلبي. انبسطت كتير إني تعرفت عليك. وأنا كمان. لا تواخذني، يمكن كترت حكي ووجعت لك راسك. بيقولوا الإنسان بس يكبر بتصير مشاكله أكتر، وبيصير يحكي وبيبطل يسكت. ولو شو هالحكي، انبسطت كتير بالحكي معك ست فريدة. تقدري تقومي؟ إيه يلا خلينا نطلع. لوين؟ بدي وصلك على البيت؟ لا، ما في داعي تعذب حالك. ليكي ست فريدة، لا تناقشيني لأني ما رح أسمح لك تروحي من هون لحالك. إذا صاروا عرفت عزراء رح تزعل مني كتير، وطبعاً رح يكون معها حق. يعني بالمختصر رح وصلك سواء حبيتي هالشي أو لا. كلك ذوق ابني، بس قبل ما نمشي بدي أطلب منك طلب. لو سمحت ما بدي حدا يعرف بالشي اللي صار، أساساً هني خايفين علي كتير، وإذا عرفوا هلأ ما بقى يخلوني أطلع من البيت لحالي أبداً. بس معهم حق يخافوا، لازم ترتاحي بالبيت هالفترة. لا تخاف علي، مثل ما قلت لك صار معي هيك لأني فجأة تذكرت شغلي بشعة، وهلأ صرت منيحة كتير. لو سمحت خلي الموضوع بيناتنا، ما بدي إياهم يخافوا علي على الفاضي. تفضلي. بدي اشوف بارش يا مان. سيد بارش طلع. انت متأكدة؟ اي طبعا. طيب ما قال لك لوين رايح او ايمتى بيرجع؟ ما بعرف استاذ. في شي مشكلة؟ الاستاذ عم يسأل عن السيد بارش وقلت له انه طلع. تفضل خليني ساعدك. انت ما فيك تساعدني ابدا، بدي اشوف السيد بارش. عفوا حضرتك شو كان اسمك؟ جينك، جينك تشيلان. انت وعزراء متزوجين، هي مرتي. فهمت. والله جد؟ شو يلي فهمته؟ ليك أنا ما بعرف شو هي مشكلتك. مشكلتي أخلاقيات العمل اللي عند السيد بارش وخلطه للشغل مع الحياة الخاصة. بس لازم تعرف إنه ما فيك تجي لهون وتتهمنا بهيك شغلات. ليش؟ أنتوا معكم حصانة يعني؟ ليش عم تحكي هيك معي؟ ليك في صفقة عملتوها بطريقة مانا محترمة، رحتوا رفعتوا السعر بآخر لحظة واشتريتوا أرض كنا متفقين عليها ومنتهي بيعها. فوق هاد ما خبرتوا الطرف الثاني عملتوا هالشي بسرعة وبالسر كمان. ولازم تعرف كتير منيح اني ما تدخلت، مو لاني ما بعرف شو اعمل، بس لانه ما بحترم هيك طريقه. وقول للسيد بارش تبعك اذا لسه بيغلط معي انا رح غير المبادئ تبعي، خبره بهالشي. ماشي رح خبره، بس يكون بعلمك الحكي اللي حضرتك عم تقوله ما بيخوفنا ابدا، وبدي اياك تعرف انه نحن ما منخاف غير من يلي خلقنا، والسيد بارش ما بيفكر بهي الطريقه. اذا ما عندك شيء تضيفه تفضل. عندي ملاحظه ثانيه بدي منك تقله. خليه يدير باله على حاله لا يتدخل بأمور غيره، وخليه يضل بعيد عني وعن عائلتي ومحيطي، وإذا مرة تانية بيقرب على شي بخصني رح يدفع الثمن كتير غالي، خبره هالشي. خلصت؟ خلصت. لا تنسى تخبره يدير باله على حاله.
انت عم تكذبي علي، انا ما بقى صدقك. حبيبتي بترجاكي لا تعملي هيك. لو سمحتي لا تروحي من بيتنا وتتركيني. تاني ما بتعرفي اني بحبك كثير، بترجاكي لا تزعلي. وانت لا تروحي وتتركيني. أمي. ايه ابني، من شوي حكتني ستك وبدها الكل يكون هون على الاكل. ليش؟ والله ما بعرف. طيب جاي عزراء؟ ايه حكيتها وقال على الطريق لهون. منيح تمام، وانا كمان على الطريق شوي تانية وبوصل. تمام يلا. شيرين انت بتعرفي شو صاير؟ لا والله ما بعرف، الخالة ما قالت لي شي ابنه. بس هيك رح نكون حطينا الكل تحت الأمر الواقع. لا عادي إني أعزمك وأشكرك قدام الكل على الطريقة الحلوة يلي تعاملت فيها معي اليوم. وأصلاً ما بتوقع بإنه حدا من عائلتي ممكن ينزعج أبداً من هالعزيمة. وفوق هاد نحن ممكن نشتغل مع بعض. ما رح لاقي أحسن من هي الطريقة حتى نتعرف على بعضنا، ما هيك؟ معك حق. تفضل. تفضلي. شو هذا معلم؟ ستي انتبهت انه ما في خواتم بايدينا، مشان هيك اشتريته. هالشي ممكن يساعدك كثير حتى ترجعوا لبعضكم، قصدي ممكن يكون وسيله. مستحيل يصير هيك. عم نعمل هالشي لانه مجبورين. ايه بعرف، بس انا لا بس ولا غيره، هيك الوضع، خلصنا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي بنتي. مرت عمي، يعني ليش ما قلتي لي إنه جاي معك ضيف؟ قلنا منعملكم مفاجأة. أكيد بتعرفي السيد بارش، ما هيك؟ إيه نعرف بعضنا. مرحبا ست سارة. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. تفضل لنقعد بالصالون. تفضل. تفضل من هون سيد بارش. شكراً لك. شو رأيك فنجان قهوة لبين ما يجهز الأكل؟ تسلمي، ما في داعي. ستي؟ أردا أهلا وسهلا حبيبي. أهلين فيكي، شايف عنا ضيف؟ كيفك؟ الحمد لله، منيح وأنت؟ الحمد لله وأنا كمان منيح. أنت أكيد بتعرف السيد بارش. إيه طبعاً، يعني معقول ما أعرفه ستي؟ قميصك حلو كتير. شكراً، هذا هدية من رفيقتي.
السيد بارش؟ أنا عزمته لعنا. اليوم مريت لعند السيد بارش مشان أتعرف عليه مرة تانية، وهو مشكور استقبلني استقبال ظريف، لهيك حبيت أعزمه لعنا، مع إنه عذبني كثير لحتى وافق على هي العزيمة. دقيت لك مشان خبرك، بس أنت ما رديتي. أكيد ما سمعت. أهلين فيك مرة تانية. أهلين فيك. معناها تفضل، خلينا نقعد على السفرة. لكن اسمحي لي اتشرف ورافق حضرتك لعند الطاولة. أول مرة بحياتي بسمع هيك كلام حلو من زلمة محترم مثلك لمرة ختيارة مثلي. شو هالحكي ست فريدة؟ أهلا وسهلا ابني.